توحيد الأسماء والصفات قلنا بالأمس من تعلق قلبه بالله جل وعلا وآمن بما أخبر به جل وعلا عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات زاد إيمانه وتعلق قلبه بالله عز وجل، ولم يخف إلا الله ولم يرجو إلا الله، لأن قلبه مليء بمحبة الله جل وعلا. وهذا من الضروريات التي يجب على المسلم أن يتعلمها، يجب عليه أن يتعلمها، لأن هذا من أصول الدين. فما ظنك بزمن كثرت فيه الفتن؟ فتن ماذا؟ فتن الشبهات والشهوات. هذا الزمن زمن شبه وشهوات، وما أكثر الشبه، والشبه أعظم، لأن الشبهة إذا وقعت في القلب يصعب على صاحبه أن يتخلص منها، لأنه يرى أنها من الدين. ولذلك الرافضة تراهم متمسكين بما هم عليه، لأنهم يرون أن هذا من الدين، بينما صاحب الشهوة وقع في أمر محرم حتى لو كان عظيما كزنا أو شرب خمر وما شابه ذلك، تجد أنه يفعل هذا الشيء وقلبه خائف وجل، يعرف أن هذا محرم، فلربما من الله عز وجل عليه في يوم من الأيام فتاب الله عليه، بينما صاحب الشبهة عسير إلا أن يرحمه الله عز وجل.